سجلت مملكة البحرين ارتفاعاً طفيفاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل ألف حالة قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى ثمانية آلاف واثنتين حالة منها تسعة حالة تتلقى العلاج في المستشفى وست حالات في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي ألف حالة إضافية